في النور الحقيقة كمان. مشاهدينا أهلا بحضرتكم معنا مرة تانية في النور، حيث استمعنا لكلمة السيد الرئيس في افتتاح فقرة أو جزء كان عن تصورات الفنانين العالميين من الشباب، وشفنا النصب التذكارية لتصورهم الفني عن السلام العالمي، 72 شاب من العالم كله بما فيهم مصر، وكلمة مهمة. دلوقتي بيشرفني وجود سيادة اللواء محمود منصور الخبير الأمني والاستراتيجي للحديث حول تدبيرات أمنية وتداعيات لحادث المنيا. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب. في البداية أنا بتقدم بالعزاء لكل الشعب المصري من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وفي دول الغربة اللي موجودين برا، المهاجرين والمقيمين في الخارج. مصر تألمت ألم موجع وشديد أول أمس بذلك الإرهاب المدبر الخسيس الذي قررت مصر أن تتخلص منه على وجه السرعة وبمنتهى القوة والإصرار على أن ننهي تلك الحقبة الفاسدة من تاريخ العالم الذي أصرت بعض القوى فيه على أن تدعم أنظمة الإرهاب التي انتشرت في منطقة الشرق الأوسط واستترت خلف ستار الدين. والمؤكد أن الأديان السماوية وغير السماوية بريئة من أن تنسب إليها أعمال إرهابية فيها قتل إنسان وإفساد وتخريب ودمار. وعلى ذلك فأنا بأقدم عزائي وتألمي الشديد لكل المصريين الذين وجدت في أعينهم مشاعر الضيق والرفض الشديدين لذلك السلوك المهين الذي يقدم عليه. ست اللواء، احد السادة المشاهدين استاذ عزت ابو كلام بعت ايميل بيقول انه اللي اتقتلوا النهارده 19 في منهم كتير بيسموهم المطاريد في اماكن في الجبال، وبيتساءل حول ان هم فعلا يعني من الجناة في هذا الحادث. وطبعا اخرين بقى بيتساءلوا اذا كنا احنا عارفين اماكن الناس دي، طب ليه بننتظر لما تصدر منهم افعال اجراميه بهذه الخسه وبعد كده نتحرك ضدهم يعني. تمام. المؤكد ان المجموعة اللي قامت بالجرم في عصر يوم الجمعة هي نفس المجموعة اللي تم القضاء عليها اليوم او بالامس. ايوه. تمام. الشيء المهم هنا بالفعل انا مع الاستاذ المتابع عزت في ان لماذا نحن لدينا معلومات ولا نتحرك بالسرعه الكافيه. انا عايز ارجع بقى لمشكله كبيره قوي ردا على هذه النقطه. ايوه. احنا مش عايزين ننسى ان احنا من بعد حرب 73 وبدايه المخطط الماسوني الصهيوني العالمي لتدمير المنطقه العربيه للتخلص من الجندي المصري اللي حارب في سنه 73 ومحدش قدر عليه، المخطط دوت ترت كان اجزاء منه ما هوش ضد القوة العسكرية المصرية. ولكن لأنهم عارفين القوة العسكرية المصرية ممكن التغلب عليها، ممكن نوصل لها أو نوصل لأهدافنا من حيث القوة العسكرية من كذا طريق. إنما الجزء الخطير اللي هو كانت عملية اخترقنا إحنا كمجتمع مصري. إحنا اخترقنا، وكان أهم حتة من وجهة نظري أنا إن إحنا تحولنا من شعب مصر إلى أفراد ينتسبوا إلى ما يسمى بمصر. اللي مش مصدق كلام سيادتك يبص لدول ملهاش اصل واحد زي امريكا. بالزبط. ناس جايه من كل حته. وهي كلها الارض بقى لها 200 سنه، فالقصه ان كل شويه يتكلموا عن جريت امريكا، لانه اصلا اللي جاي من الهند واللي جاي من امريكا اللاتينيه واللي جاي من افريقيا، مفيش التراكم الحضاري ده والانتماء الشعبي ده. بالظبط. كانت الحته الخطيره بقى في عملية الاختراق أو المخطط اللي موجود مواجهة ضد المنطقة وضد مصر أساسا، هو إن أنا أوصل لعقل الإنسان، ألعب بمخه. وخصوصا إن في مجالات أخرى تدخلت فيها وأنا كنت متواجد في أو متابع لحاجات منها،
إفساد التعليم في مصر أو تخريب التعليم في مصر عشان الولد يطلع واخد الدبلون الدبلون بالنون أو وما يعرفش اسم الشهادة اللي هو بيحصل عليها وما يعرفش يكتب الكلمة يعني ما يعرفش يكتب جملة أو اسم. تخريب التعليم، تخريب المستشفيات والصحة والطب، تخريب الشارع، تخريب السلوكيات، تخريب الفن، تخريب الثقافة. وأنا بسأل حتى لحد النهاردة وزارة الثقافة ازاي ما فيش مسابقات ثقافية بين المحافظات لان انا اجمع الاشرطة والسديهات والكاستات اللي فيها الهزل اللي اتعمل في الخرب 45 سنة الاخيرة اللي انحطت بمستوى تذوق الناس الفني. فين عبد الحليم حافظ؟ فين الموسيقى؟ فين الكلمات؟ فين المضمون؟ فين الشعر؟ فين نوادي السينما؟ تمام. فين الفنون الراقية؟ دواوين الشعر. ومن ضمن الحاجة اللي تمت مع اختراق العقل هو ان انا اخلق حالة يترتب عليها ان انا الاقي مجموعة من القيادات او الرئاسات في البلد، وكيل اول وزارة، وكيل وزارة، مدير عام، مدير ادارة، دول اللي هم بيتم انتقائهم اللي مخهم ده بقى مسطح، اللي مخهم فاضي، اللي ما عندهمش قدرة على الابداع، اللي ما عندهمش مهارات الوظيفة. بينما انا كنت بتساءل وبتساءل لحد النهاردة هو انا لما بعين سيادتك مدير ادارة ليه؟ عشان بالأدمية ما ينفعش، انا بعين سيادتك لان عندك خبرات وفي مجموعة موظفين بيقوموا بالعمل، للعمل محتاج العشرة دول، فبختار واحد منهم اشترهم يقود العمل داخل هذه الادارة، بنسميه مدير ادارة وهكذا، مدير عام وهكذا، وكيل وزارة. وبالتالي المديرين والوكلاء ووالى اخره مش موجودين في مكاتب مكيفة، ما يقعدوش في مكاتب مكيفة، والدولة مش غنية عشان تحط لهم اجهزة تكييف، ده الدولة تبيع الاجهزة دي كلها وكل موظف كبير يتحرك عشان ينقل خبرته وكفاءته ومهاراته الى المرؤوسين اللي عنده، ويطمن ان اللي بيقوله شفاهة اتطبق فعلا سواء في الشارع او في دوائر صنع القرار الصغيرة، عشان يكون امين على مسؤولياته. طب عايز اسال سيدي، ان لم يكن عنده هذه المهارة اذا يستقيل او يطلب معاش مبكر ويقعد في البيت او يشتغل شغلانة تانية، يشتغل اي وظيفة بيحبها. تمام. عايز يشتغل بتاع كنافة زي الحاجات اللي بيشوفها في التلفزيون، عايز يشتغل بتاع قطايف، يعمل اللي هو عايزه، لكن يسيبه من المنصب الحكومي. عشان كده بنلاقي ان رد الفعل عند المسؤول بارد وبطيء وخامل، وفي الاخر بختار لفظ كده استفزازي، قراره مرتخي، القرار في ارتخاء. طيب عايز استأذن ستك، انا بس في ايميل جالي من الاستاذ رأفت عبود من هولندا بيقول ارجو من المسؤولين عن القناة ايجاد ارقام تليفونات للمشاركة في الاراء من خارج الدولة، وياريت تكون عن طريق الواتساب او الفايبر لاننا عايزين نسأل ونتفاعل مع الاحداث، ولكم جزيل الشكر. حاضر يا استاذ رأفت. عايز اسأل ستك فندم عن تقييم حضرتك للحادث الارهابي اللي حصل في مدق دير الانبا صموئيل يوم الجمعة اللي فاتت. اول حاجة لا شك أنك أن هناك قصور من أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول هو الدولة. الدولة في تركيب، أنا مشيت على الخط الطريق ده كثير قوي، أنا بروح بني مزار والحتة دي. الاتصال التليفوني شبه معدوم. نعدل. لماذا؟ احنا عندنا أربع شركات محمول. أي. يشتغلوا. صحيح. كل شركة تشيل جزء. ده لولا أنه كنا بنذيع تقرير دلوقتي مع الأخ سائق أوتوبيس سوهاج اللي جري وقعدوا يطلقوا النار، بيقول فيه 28 رصاصة كانت بتيجي من الجنب وتطلع من البرابريز، وهو كان بعد ما طلع على الطريق نزل تحت وساب الأوتوبيس يمشي لوحده عشان يبعد. فلولا ان هم اللي فضلوا يجروا يدوروا على إسعاف وكده يمكن كان بقى حالنا أسوأ، لأنه ما فيش حد من اللي جراله المصيبة زي ما سيادتك تفضلت قادر يتواصل مع الآخرين. ده غير أنه بعض الأهالي لما عرفوا بقى أن زويهم حصل لهم المصيبة دي جريوا وراحوا لهم وعملوا برضو بعض الاتصالات. فتقوية الشبكة التليفونية دي مسألة مهمة جدا، والدولة كانت قد وعدت بها من سنة وخمس شهور من الحادث الأول في نفس المكان. كويس. هنا دي وزارة الاتصالات أو المواصلات. تمام. الاتصالات. تمام. الحاجة التانية بقى من وزارة الداخلية، واضح أن هناك توزيع للمسؤوليات. توزيع المسؤوليات لا يعني إخلاء مسؤوليتي أنا ككبير، لأن أنا المسؤول الأكبر عن كل المسؤوليات اللي متوزعة. فالعسكري زعتر اللي أنا عطيته مسؤولية هنا
نفس المسؤولية بتاعته هي مسؤوليتي أنا الكبير قوي. يعني سيادتك تقصد متابعة المسؤولية الصغيرة يعني. يعني أسيب المكتب المكيف وأروح أبص على كل حتة في المديرية بتاعتي. أشوف أصغر واحد عشان أعلمه الخبرة. أشوفه لابس إيه ولا مش لابس إيه والشتاء دخل. أشوف سلاحه عامل إيه. أشوفه سلاحه نظيف ولا مش نظيف. أشوف الاتصال اللاسلكي عنده عامل إيه أو التليفوني. حاجات كتيرة في مسؤوليات في كل وظيفة. زي ما بيحصل في التربية والتعليم. مسؤولية مدير التربية والتعليم في محافظة بني سويف كتيرة قوي. بتصل لأصغر مدرسة في أي عزبة في محافظة بني سويف لازم يمر عليها ويشوف مشاكلها إيه. لكن البشوية اللي منح البشوية اتلغت من أول ثورة 52. إيهاب باشا في ناس منحت نفسها البهوية عنوة زي الدكتوراه المزيفة ودرجة سفير نوايا حسنة. لا الكلام ده لازم يكون في تصدي ليه. لا بشوات في مصر هناك موظفين. طالما سيادتك وانت 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 بتاخدوا مرتبات تبقى انتم موظفين مسؤولين عن ان تؤدوا واجبات المسؤولية اللي عليكم. طب اسمح لي فندم يعني احاول استوضح شيء من كلام سيادتك في بخصوص الدورية اللي مفترض انها رايحة جاية بترافق او بتؤمن هذا المدى الجبلي اللي معروف انه فيه تفوق نوعي ما بين عربيات الدفع الرباعي للسيرفي وما بين الاوتوبيسات الغلبانة اللي بياخدوها الرحلات الكنائس او الميكروباصات. فيعني كان برضو تم الوعد بانه يبقى فيه غير الكمين الثابت انه يبقى فيه كمين متحرك بيراقب الطريق. فده يعني ايه هل بيحصل وصدفة انه ما حصلش المرة دي ولا ما بيحصلش ولا ايه؟ لا شك ان ده جزء من عدم متابعة المسؤول الكبير اللي كان بيسمي نفسه باشا لحد امبارح او اول امبارح. واحنا النهاردة قلنا مسؤول هو مجرد مسؤول فقط لغير. في مصر الجديدة بتاعت عبد الفتاح السيسي تمام مفيش بشوات ولا بهوات. في موظفين يشوفوا شغلهم بس. ففي قصور من هو ما مرش. وانا في زيارات ليا في اماكن كثيره في الجمهوريه لقيت في انب الصعيد في انا وفي سوهاج كبار المسؤولين في مجالات كثيره قوي مستخبيين في العواصم بتاع المحافظات وما بيبصوش على القرى والعزب اللي هم مسؤولين عنها قدام ربنا وقدام الدوله المصريه وقدام القانون المصري وقدام المرتب اللي بياخده سحت في نهايه الشهر. طيب. تمام. في مجال الصحه وفي مجال التعليم وفي مجال الزراعه وفي مجال الاسمده وفي مجال الري كل دول فين؟ كل دول قاعدين في مكاتب بيعملوا ايه؟ وبعدين سيادة المحافظ في كل محافظة قاعد بيعمل ايه؟ قاعد في المكتب بيعمل ايه؟ هو وظيفته انه يقعد في مكتب؟ ده مسؤول عن محافظة ابعادها 70 كيلو في 30 40 كيلو، ما يقوم يشتغل. ما يقوم يحلل مرتبه بلاش يشتغل، يحلل مرتبه عشان ما ياكلش شيء سحت او حرام. في بعد كده غير المسؤولية الحكومية في مسؤولية المواطنين. مسؤولية المواطنين انا العيال الارهابيين دول الحسالة دول اللي بنشوفهم هم مرميين قتلة في الآخر أو مقبوض عليهم في السجون المفروض إن ده بيروح بيته. المفروض إن أنا كجار لي أو معاه في القرية بتاعته المفروض إن أنا دريان شايف تصرفات غريبة شايف إنه معاه فلوس أكتر مما هو معتاد. في عندي ضابط نقطة في عندي مباحث في عندي مركز في عندي تليفونات مكتوبة على شاشات التلفزيون أبلغ. ولما بلغ محدش هيمسكني من رقبتي. ده البلاغ يا اما صح يا اما غلط ومحدش في الدوله هيقول لك انت غلطان. حد بيرجع عليا يعني. محدش هيرجع عليا. على ذكر المسؤوليه المجتمعيه انا عايز احط برضو حته مسؤوليه اعلاميه واسال سيادتك. احنا ما بنشوفش اي قناه غير القنوات الغلابه بتاعتنا اللي هي لما تحصل حاجه للاقباط تتكلم عنها بالتفصيل. تلاقي القنوات التانيه يا اما تكذب وتلزق ده في مسؤولين وتقول لك اصل هم راحوا من طرق اخرى والطريق الرئيسي مقفول يا اما ما تجيبش سيره تقول خبر كده في 10 ثواني وخلاص يعني لا يسمن من جوع ولا يقولوا اسماء شهداء ولا اسامي مصابين ولا توجهوا لاني مستشفى ولا لو نسال عليهم نلاقيهم فين ولا حتى يقولوا جهود وزاره مثلا الصحه والتضامن اللي هم سابوا الوزيرتين سابوا منتدى شباب العالم وجريوا راحوا وقابلوا الناس في المستشفيات وسهل لهم اوراق التحويل. في جهود بتحصل ما بنجيبش سيره ليه؟ هو انا قريت يعني اتيحت لي الفرصه ان اقرا بعض المراجع العلميه الخاصه بفن الاعلام. ايوه فن. ففن الاعلام اول مبدا فيه في التعامل مع الجرائم الارهابيه الاعلام بيهدف الى الارهاب بيهدف الى حاجه خاصه مهمه جدا خطيره. ايوه. الى عمليه النشر
القوي بالزبط الفج بالظبط. لان دي الدعايه الدعايه دي ترتب عليها ده مكسبه الاكبر ده مكسبه الاكبر ويكاد يكون الاوحد. هو لو عارف انه هينفذ عمليه والاعلام مش هيتكلم عنها مش هيعملها. ده علم موجود في الاعلام بدليل احنا شفنا في الخمس سنين الاخرانيين انه بعد ثوره الشعب في 30/6/13 مفيش عمليات لا بتتعمل لا في الدره ولا في قريه ولا في بتاع. مش ده هدفه. هو بيعمل مديريه امن القاهره، مديريه امن الاهليه، النائب العام، المسيحيين اللي ممكن العالم يحس انه يستجيب لفكره ان هم غلابه مستضعفين ومحتاجين نخش نحميهم. كل دي مؤامرات. انا عايز اقول حاجه، انا مش عايز اقف عند كلمه مسيحيين. احنا عندنا مصريين، مصر ما فيهاش مسيحيين ولا مسلمين. مصر احنا مصريين، شاء من شاء وغضب من غضب، تمام؟ احنا فقط مصريين. لما بنخش اي امتحان بنبقى مصريين، لما بنخش اي موقف باخد حق او بدفع مسؤولية عليا بدفع ضرائب مصريين. فهنا اللي حاصل ان التناول الاعلامي ودي على كده الارهاب نفسه ما بيقصدش المسيحيين بالتحديد، ما هو دخل على قتل 310 او 20 واحد في مسجد بيصلوا يوم الجمعه في عز الظهر، ولم يتورع هؤلاء الذين يدعون انهم رمز الاسلام او انهم شيوخ الاسلام الجديد او انهم رعاه الدوله الاسلاميه العالميه اللي هينشئوها من امريكا لحد اليابان. حاجه يعني دول محتاجين بدل ما يتعاقبوا يتحطوا في مستشفى المجانين. اللي حاصل احنا في مواجهة مشكلة في الاعلام. ايه هي؟ ان احنا لازم نذاكر الاعلام كويس وفنون الاعلام. يعني انا عايز اشوف او عايز اقول وهقولها باختصار مش هقولها بالتفصيل، انا بتابع بعض الجبهات او قنوات المعادية لينا، بتمتع انا طبعا فاهم هم بيقولوا ايه وفاهم الخبص اللي هم بيتكلموا بيه ايه وفاهم الحقيقة ايه، لكن هو رايح للإنسان اللي مخه ضحية زمن 45 سنة اللي فاتوا من بعد حرب أكتوبر. اللي هو ما تعلمش، اللي هو ما تثقفش، اللي هو ما بيقراش، اللي هو عايش عشان يلم فلوس، اللي هو عايش مثله زي اللي مربوط على الطوالة من الـ لكن حضرتك عايز تقول انك بتجد تقنية اعلامية اعلى من قنواتنا مش كده؟ هو دي حقيقة. وخلينا نقول الجزيرة كويس. الجزيرة من وثائقية لانترناشونال بالانجليزي بالفرنساوي على رأس قائمة القنوات الستة، تلاقيها في الفنادق العالمية. أيوه بس لستة العربية جيب لك الجزيرة. بص يا فندم، هو الجزيرة انا بقول ستك بيبذلوا جهد رائع وبيجمعوا اخبار رائعه، بس الكلام ده بفلوس باهظه. ايوه بالظبط. لان دي مؤامره بتمتد من الولايات المتحده الامريكيه لاوروبا الغربيه لتركيا للي بيصرف على القصه في قطر. تمام. هنا المشكله ان احنا في مواجهه ناس كذابين. النهارده انا بسمع الجزيره عشان اضحك، يعني هو بيقول مركزين على خشاشجي. القصة اتضحت انه مش خشاشقي الصحفي اللي اتقتل او مات او اختفى، وهل القصة دي من اساسها صحيحة؟ انا بشك اساسا ان كان في حاجة اسمها قتل. احتمال بعد 10 سنين نكتشف ان خشاشقي عايش في تركيا او عايش في اي دولة في اوروبا، ده احتمال قائم لان مفيش جثة. لكن الاسلوب التركيز الاعلامي خلى كثير من الناس اللي عندها وعي انها تنفر من هذه القناة وتعرف ان دي قناة موجهة لاهداف معادية لسكان المنطقة العربية. وبالتالي احنا في تناولنا هنا مش لازم نركز على تفاصيل الحادث الارهابي اللي حصل. انا يهمني اركز على النتائج، ان اللي بيعملوا الارهاب اكتسبوا عار جديد بيؤكد قذارتهم الموجهة ضد السلام في المنطقة وفي العالم، الموجه ضد أمن وتقدم مصر، الموجه. طب هم عملوا اختاروا اليوم ده ليه عشان يشتغلوا؟ ايوه، ما كنت لسه هسأل سيادتك على جميل. خطورة التوقيت. هو مش خطورة ولا حاجة، لأن مصر قادرة على أن تهضم أي شيء، وشعوب العالم بقت فاهمة اللعبة خلاص وفاهمة أن دي مؤامرة كونية على المنطقة. احنا لا شفنا مثلا حد من 5000 لم شنطه وقال لك دي مصر غير أمنة، ولا حكومته قالت بلاش تتواجدوا في مصر، ولا بعتت لحد طيارات علشان يقول لك لا امشوا من البلد دي بلد مش عارف إيه. يعني ما خططوا له يعني تقريبا ما جابش حاجة خالص. اللي هو جاب ان في شهداء استشهدوا وارتقوا الى السماء ليعيشوا في معية الله وليكسبوا رحمة الله.
دي نمرة واحد. نمرة اتنين كبدنا شوفيا غليله بقتل 19 وما سيترتب من تحليل الدي ان ايه وجمع معلومات عنهم وهم جايين منين والمناطق بتاعتهم ايه، فهيتم التوصل الى معلومات جديدة عشان نكنس المنيا والمنطقة المحيطة بها، كنس يعني تنظيف. برجع بقى للحتة اللي هي سؤال التوقيت. التوقيت أهمية التوقيت مرتبط بحاجة بشعة جدا. أول حاجة المؤتمر العالمي للشباب اللي بيتعمل حاليا، الدائر حاليا المنعقد حاليا في شرم الشيخ، اللي بيتم فيه تناول موضوعات حساسة جدا وعالمية جدا ومهمة لكل الأجيال الشابة ولكل الدول ككل. ها، ومن كام دولة في العالم موجودين؟ أعتقد 103 دولة في العالم، 167 دولة. الكلام ده عامل حالة غيرة طبعا عند السذج اللي بيحركوا الإرهاب، الولد اللي اسمه أردوغان الفاشل الكذاب اللي بيتساول من السعودية عن طريق التهديد والتخويف، وطبعا ما حدش هيخاف منه ولا يتهدد منه لما يجيب لنا جثة اللي اتقتل على أرضه الأول هو مدان بجثة جمال خشاشقي. ده الكلام الإعلام اللي يتقال، فين جثة جمال خشاشقي؟ هو اللي هو رئيس جمهورية منظر ملهوش قيمة هو وأجهزته. ها، ده شيء، ده هو مسؤوليته هو مش مسؤولية حد تاني. اتنين، لان السفارة القنصلية السعودية موجودة داخل ارض تركيا، طنبول، داخل تركيا مش داخل اي حتة تانية. ارجع بقى الحاج، يبقى هو جاي عايز يضرب، يعمل فرقعة او بومباية تعمل ازعاج، تاخد الكاميرا والودن من شرم الشيخ. الحاجة التانية، صابح تاني يوم ان احنا نعمل نبدأ الرحلة اللي جالها السياح فرنسا على مسار الرحلة المقدسة. تمام، اللي تجهز وتوضب وتنظف وبقى زي الفل، وخلتنا نستعيد ذكريات تحركات يسوع المسيح على أرض مصر وسيدة مريم عليها السلام ويوسف النجار، النجار يوسف على كل ده حصل. احنا بنفتتح مرحلة جديدة من كنا مصريين، كنا مصريين، بيحاولوا يقصوا علينا الطريق. لا، ما تقصش الطريق، والطريق مسار العائلة المقدسة قائم ومستمر طالما مصر بقيت قائمة ومستمرة إلى يوم القيامة. الحاجة الثالثة، احنا كان عندنا رحلات سياحية ضخمة بدأت مع بداية الأسبوع الحالي ده، تمام، في جاية من روسيا، جاية من ألمانيا، جاية من إنجلترا، جاية من أوكرانيا. الله، يعني مع بدء عودة السياحة إلى المستوى الأولاني اللي هو كان بيعمل لنا دخل 14 مليار دولار في السنة وهو لآخره، وانت جاي تعمل خبطة. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ عشان عايز المصريين كلهم كلهم يصحوا للمؤامرة اللي معمولة علينا. عايزين يجوعونا، عايزين يفشلونا، عايزين يهدونا، عايزين يقطعونا الى مجموعة ولايات صغيرة، ترامب وامثاله يدوسوا علينا بارادتهم، مش هقول لفظ تاني. تمام، طب اسمح لي ست لو حضرتك بتقول انا بخاطب المصريين كله، انا عايز اناقش مع حضرتك جملة عرضناها النهاردة مهمة جدا لما الرئيس في جلسة السلام العالمي تناول هذا الحادث وتناول بناء الكنائس وقال انه احنا ده ما كانش بيحصل عندنا زمان من 150 سنة، قانون بناء دور العبادة ما حصلش فيه تغيير، احنا عملنا قانون بناء الكنائس ومستعدين نبني تاني، ومستعدين نبني معابد لليهود لو عندنا يهود، ومستعدين نبني دور عبادة لأصحاب أي دين آخر لو موجودين عندنا. كام من المصريين اللي حضرتك بتتحدث عنهم مقتنع بهذا الكلام؟ كم من المصريين مستعد انه يلاقي جنبه معبد بوذي او كنيس يهودي اللي هو بيتلى فيه التوراة وتقام فيه بعض العبادات البسيطة؟ ده الكم معبد بتوعنا بتوع مصر يعني بتوع اليهود مدججين بأسلحة ولا يفتحوا الا لو في فعلا يهود عايزين يصلوا. يعني كلام جميل، انا كنت بتابع الجملة دي وهي بتتقال من الرئيس، اتفضل، وعناية كانت شغالة زي عين الصقر اللي بيدور على كتكوت فوق سطح عشان ينزل يخطفه. كنت بدور في عيون الناس اللي قاعدين خلف الرئيس وشفت نظرات متبادلة بين البعض مش عاجباهم، هم غير مصريين، إنما يتفلقوا يذهبوا إلى جهنم. إحنا المصريين اللي هو سؤال سيادتك بقى، في جزء عندنا
في بداية الحوار قلنا وكلنا مسلمين به، تم اختراق عقولهم بسحب العقل من الدماغ، ما بقاش في مخ. تمام. بقوا مجرد مخلوقات عايزة تاكل وتشرب من غير ما تكد ولا تتعب، وما تعرفش ان بناء الاوطان او بناء مصر لصالحهم ولصالح نسلهم الكتير. ايوه. مش القليل. صحيح. كويس، يعني يبقوا مخلفين 4 و5 و6. أيوة. و8 وملوش دعوه بمصر، كانه جايب عقد عمل يشتغل عندنا بشروطه. لا، احنا ما عطيناش عقد عمل لحد. وبالتالي امي الحاجه صفيه الجوهري قالت مثل وقالته كل الامهات. أيوة. اللي قابلتهم في مصر، الناس على دين ملوكهم. ملوكهم. ايوه طبعا. حلو. احنا لما حكمنا سين وصاد في 45 سنة اللي فاتوا كانوا سايبين الامور الى اعنتها، سايبين الامور ماشيه كده لوحدها. ايوه. الشارع يدفع نفسه بنظريه السوق، ووصلنا الى السوق بالهمزه مش أيوه. بالقاف. مش بالقاف. حلو. النهارده عندي رئيس جمهوريه احنا اللي اخترناه واحنا اللي ارغمناه انه يقبل هذه المسؤوليه في هذا الوقت الصعب. الراجل ده احنا شايفينه نموذج مثالي يحتذى به، نعلم ولادنا ونعلم نفسنا ازاي نحب بلدنا، ازاي نذبح نفسنا ونضحي براحتنا وبطاقتنا وبصحتنا من اجل هذه البلد، علشان لما هنضحي هناخد رد الفعل. ممكن انا اللي عندي 71 سنة الحق جزء من النعمة اللي هتنزل من عند ربنا علينا. ما هو انا كان سؤالي لسيادتك بيعني هذه العلامة اخرى من الاستفهام، وهي محتاجين كام سنة عشان ايمان هذا الرجل بقبول الاخر والحديث عن مصريين فقط، لو كانوا يهود نعمل لهم دار عبادة، لو كانوا غير كده نعمل لهم دار عبادة، إيه هناخد كام سنة عشان ده ينزل للناس العادية؟ بص سيد الفاضل، انا هجاوب بوضوح وبصراحه. اتفضل. معاك ببقى صريح قوي. اتفضل يا فندم. سيد الفاضل، مجرد ما الناس اللي خسرت جزء كبير جدا من مفهومية او الفهم، مجرد ما لقوا اللقمه ولقوا المصنع اللي شغلوا ولادهم فيه ولقوا مصادر رزق متجدده نتيجه السياسه الجديده بتاعت الدوله اللي بتتنفذ حاليا نهار وليل، ومن الشرق ومن الغرب ومن الشرق ومن الجنوب، مصر بتتحرك والوزراء بيتحركوا وبنبني سد في دولة في أفريقيا و و و إلى آخره. مجرد ما الناس هتدوق النعمة هتقول الله، هتلتفت ل حلو لحياتها وأولادها ومستقبل أولادها، وهيغيروا القداس بتاعهم أو القبلة بتاعتهم. آه. وراء المنظومة بتاعت عبد الفتاح السيسي بكل ما فيها من مثاليات وكل ما فيها من انضباط، وده الامل. أمين. اللي احنا رايحين له، وانا واثق ان مع جديه الرئيس واصراره وعناده ودعم عدد كبير كبير قوي من الشعب المصري ليه، ان احنا كلنا رايحين للخير. طيب إن شاء اخر الله. سؤال. ايوه اخر سؤال. ايه اللي يضمن عدم تكرار هذا الحادث؟ ومش عاوزين الإجابات، مش سيادتك عموما، مش عايزين نستدعي في ذهننا في إجابة هذا السؤال الجمل اللي بتتقال العالم كله في إرهاب ودي مش بدعة، وإنه أمريكا كان فيها الأسبوع اللي فات وفرنسا فيها. لا، أنا أقصد أقول إحنا نعمل إيه عشان نبقى إحنا عاملين اللي علينا. محدش بيتهم أمريكا ولا فرنسا إنها مش عاملة اللي عليها. كويس. أول حاجة هرجع للشعب برضه، الشعب المصري لازم اولا يبص لفوق كده ويشوف العالم بتاع مصر. احمر وابيض واسود والنسر في النص. أي. جميل. لما اشوف العالم بتاع بلدي واحس بالفخر واحس بالانتماء لبلدي، لما اتخيل خريطه مصر وابعادها وايه اللي في الشرق وايه اللي في الجنوب، لما استشعر ان انا جزء من الدوله المصريه، دوله يعني ارض وشعب وحكومه، الحكومه بتحكم الامور وتظبطها، هلتزم بالقوانين بتاعت هذه الدولة. لو التزمت بالقوانين هريح الناس اللي مسؤولة عن تنفيذ القانون، لأن عدد المخالفين هيقل. تمام. سواء في الميكروباص أو في التاكسي أو في التوك توك أو في أي حاجة، أو في التعاملات مع الجهات الحكومية. وبالتالي هيترتب على كده إن أنا لما يتقال إن الطريق أو زيارة الناس إلى الدير، دير الأنبا صموئيل، ممنوع حاليا، أقصى ما يحدث إن المسؤول
عن الكنيسة الأرثوذكسية في المنيا، كل فترة يمر على الشخص المسؤول سواء المحافظ أو مدير الأمن يسأله أو يفكره بأن المنع ما زال مستمر، وإحنا بقالنا شهرين، بقالنا 5 أشهر، بقالنا سنة. وبعدين نفس المسؤول ده كان لازم يحدد للشعب المصري، للمصريين اللي عايزين يروحوا يعمدوا أو يقوموا بأي طقوس، يحدد لهم مكان آخر تتم فيه هذه الطقوس، إلى أن يتم سماح أو تعديل القرارات الحكومية الصادرة بالنسبة للأمن والتأمين. ده الجزء اللي أنا ما كنت كملته في سؤال بتاع مين المسؤول. إحنا الشعب مسؤولين. فندم، نيافة الحبر الجليل الآن بقى غاصن أسقف مغاغة والعدوى اللي قدمت شهداء وقدمت جرحى في هذا الحادث والحادث اللي فات، كان بيتساءل طب ما منعهمش ليه وهم يسلكون الطريق الرسمي؟ إلا هو في نقطة، هم ما منعهمش هم مقصرين، اللي ما منعش مقصر، واللي راح مخالف للقانون. دي نقطة. احنا عايزين الاول ست لازم كلنا ككل اللي وانا أيوة لازم ككل احنا قدامي دقيقتين نغسل الفقرة دي. حاضر. فما اقدرش افتح ولو اني عايز افتح. ايوه. اذا كنت في مرة البابا شنودة قال لو كانت الناس القانون بيقول لهم ما تعبدوش ربنا يعملوا ايه؟ لا يعبدوا ربنا يا فندم، عبادة. يبقى اذا انا دلوقتي المسيحيين لن يتوقفوا عن التبرك بزيارة الاديور. أيوة. لو ماتوا كل يوم أنا وهم الخاسر الاول. انا لم اقل هذا، ما ينفعش تقول له ما تروحش. انا لم اقل هذا. امال ايه يا فندم؟ انا قلت ان المسؤول عن الكنيسة الارثوذكسية في المنيا كان في اعتقادي انه يجب ان يحدد لهم دير اخر او كنيسة كبرى اخرى او اي مكان ما عندناش آخر. ازمه في الاماكن اللي نعمد فيها، لكن هو الناس عايزه تاخد بركه هذا المكان، ما هو أنا وده حقهم. لا، ما هو انا ملتزم بان انا عضو في دوله ولا انا واحد عايش في جمهوريه نفسي؟ كويس، انا ملتزم بان انا عضو في دوله واللي مسؤول عن هذا الطريق لم يمنعني ولم يسير معي ليؤمنني. يبقى اعمل ايه؟ كان لازم المسؤول عني دينيا يروح يحرك المحافظ اللي فات والمحافظ الجديد في انهاء الموقف ده وتأمين الطريق ده. في قصور واسع. المشكلة يا فندم مشكلة الشعب المصري ككل، ما فيش مسؤول واحد يجب اعدامه، في حالة ارتخاء سلوكي فينا كلنا، ولازم كلنا نؤمن بان احنا افراد في دولة. انا لما بسوق، لما كنت بشتغل في مكان زي ما بيقولوا سيادي ومعايا رخصة العربية ما حدش يوقفني، كنت ببقى منضبط أكتر من أنا بسوق عربيتي الخاصة، عشان ما تستخدمش منصبك في حاجة مش مظبوط. لأن أنا عضو في دولة، واحد في الدولة، واحد من 100 مليون، إنما كوني بقى هعمل لنفسي قانوني وهو ده مزاجي وده حبي وده شغفي، يبقى دخلنا الحب والشغف في منظومة مش صح. وبعدين لازم نكون كلنا عارفين احنا طلعنا من حفرة عميقة، من احنا كان محفور لنا حفرة نهاية سودة. انا فكرت انا وجاري ان احنا نهاجر، فشلنا في الهجرة لاستراليا وكندا وامريكا، اترفضنا. حضرتك شخصيا؟ انا وجاري المسيحي الارثوذكسي. طب الحمد لله عشان تفضلوا معانا هنا. لا الحمد لله. بقى اصل اخوانكم خلاص هيحكموا مصر. بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا جزيلا ست ليو محمود منصور الخبير الامني والاستراتيجي. وهنروح لفاصل دلوقتي عبارة عن جزء من حديث السيد الرئيس خلال جلسة افريقيا أجندة 2063 التي نريدها في فعاليات منتدى شباب العالم، واللي قال فيه الرئيس الناس بتتحرك من المناطق الفقيرة للمناطق الغنية، وده مش معناه أن أفريقيا بتبتز العالم، ولكن معناه أن إحنا بنحاول نربط الجسور بين بعضنا وبعض عشان نعالج المشاكل المتراكمة في أفريقيا. نخرج نشوف الفاصل ونرجع مع حضراتكم وضيفنا القادم في النور، خليكم معنا في النور الحقيقة البارده.